السلام عليكم أعزائي طلبة الصف الثاني. هذه محاضرة الأخيرة في مادة الإحصاء، وهذا موضوع اختبارات الفروض، وهذه مادة يعني كذلك من المواد المهمة، ويعني أتمنى أو أرجو منكم أنه يعني تأخذون حيطتكم عن يعني بصدد هاي المادة، لأنها مادة مهمة ويعني احتمال كبير جدا أنه يجي سؤال من عنده يعني، فأرجو إناطة الموضوع الأهمية القصوى. طبعا هو موضوع يعني ينحدر من نفس المواضيع اللي هو المنحني الطبيعي والتوزيع الطبيعي واستخدام القوانين تقريبا هي نفسها، يعني لكن شنو بيها أفكار تختلف، وهاي الأفكار راح لما نجي نعرضها بصيغة مبسطة وسلسة، وشفت المحاضرات هي سلسة وحلوة يعني معروضة، ف تفهمون شنو القضية. فالبداية أنه بعض العبارات اللي هي ينطيك مفاهيم عامة عن الموضوع والفكرة عن شون يعني تتصرف بشكل حكيم بموضوع اتخاذ القرار. فيبدي يقول يتكون الفرض الإحصائي من فرض العدم والفرض البديل. يعني هذا فرض العدم والفرض البديل، يعني عندك فد حالة إحصائية وينطيك بالبداية يقول أنه هذا يتم فرض، يعني يتخذ قرار بأنه هذا الفرض العدم، لكن احنا اذا ثبتنا خطأ فراح نجي ناخذ الفرض البديل اللي هو H1، يعني يرمز الى فرض العدم او الفرض الصفري بالرمز H1 HO، ويرمز الى الفرض البديل بالرمز H1. فرض العدم الفرض الصفري يمثل حالة الوضع الراهن، اي الحالة التي يريد ان يرفضها الباحث الاحصائي. يعني الوضع الراهن يعني ممكن مثلا أنت شركة تستورد منها فد بضاعة، أبو الشركة شي يقول لك؟ يقول لك هذا يعني ممكن أن تلقي تالف، يعني التالف اللي بي هو عبارة عن 10% من المواد أو 5% يطلع عندك تالف، أبو الشركة يقول لك. فمن يقول حكي صحيح؟ فأنت تجي تأخذ عينة وتحللها وتسوي لها هاي الحسابات اللي هسه راح تشوفها، وراح تكتشف أنه هل هو حكي صحيح، هل أنه هو 5% راح يطلع تالف حسب ما أنت راح تحل وتسقط على المنحني الطبيعي. راح تكتشف أنه هل إذا كان هو 5% تالف، هل هو 5% تالف أو أكثر؟ يعني إذا أكثر طبعا هذا حكي يطلع مو صحيح أبو الشركة، إذا صح طلع حكي اللي 5% هو تمام فراح نقبل بالـ HO، يعني فرض العدم اللي هو الفرض الصفري، الفرض الصفري راح يصير 5%، لكن إذا طلع أكثر من 5% راح يطلع شنو؟ HO H1. أو أكو فتشي لاخني هو أكو أنه هو لا يساوي الـ 5%، هذا هم في حالة أخرى. هسه راح نجي نشوف حالات شنية، يعني هم هي مو 5% لا تساوي 5% هذه حالة، أو أنه تكون أكثر من 5% هاي الحالة الأخرى اللي يصير حالها شوية يختلف. زين، فيقول الفرض البديل يمثل الحالة التي يرغب الباحث الإحصائي إثباتها. يعني نريد إحنا يعني إحنا شنو يعني ادعاء إحنا نشك به، فإحنا نرجح أنه شكنا هو صحيح، يعني هذا يمكن ده يكذب زين باعتبار مصداقية ما بقت يعني. فرفض فرض العدم هو
هذا هاي الرموز بعدين نجي نشوف هاي الثلاثة الأخيرة مو فد شيء مهم، بس احنا هسه اهم شيء انه نجي نشوف شنو هي القوانين. اختبارات الفروض حول المتوسط، اذا كان تباين المجتمع السيجما سكوير معلوم فان احصاء الاختبار هي يعني احصاء الاختبار هي الزد سي، فهنا اكس فتحه هو متوسط العينه وليس المجتمع. هذا خلي اول شيء يعني نصلح لكم اياه، متوسط العينه والميو هي متوسط المجتمع. زين متوسط المجتمع اوكي. زين سيجما الانحراف المعيار المجتمع، اين حجم المجتمع هو يعني حجم العينة، حجم العينة هذا اكو خطأ ثاني. حجم العينة، وبذلك يكون قرار قبول فرض العدم أو رفضه وفقا للمقارنة بين إحصاء الاختبار اللي هي هذه زد سي إحصاء الاختبار والقيمة الجدولية كما يوضح الجدول التالي. القيمة الجدولية هو يقول لك أنت شوف هل هذا يعني هل هو هذا يعني مطابق لما مطابق أو مخالف بين إحصاءة الاختبار والقيمة الجدولية، وحسب شنو؟ حسب نسبة الثقة اللي يعطيك إياها. فإذا أنطاك بنسبة ثقة يعني ألفا، فيصير ألفا أوفر 2 من يعني تأخذ نصها، نص المساحة من اليمين ونص المساحة من اليسرى، منطقة القبول راح تصير بالوسط. لكن الاختبار طبعا الاختبار من طرفين، اختبار الطرفين راح يكون بهالشكل هذا. يعني إذا إحنا قبلنا بالميو يساوي ميو أو، فهي فرضية العدم نقبل بها في حالة إذا شنو؟ إذا ورا ما نشوف الزد سي، هذه الزد سي تقع في منطقة القبول. شوف إذا وقعت إحصاءة الاختبار زد سي بين هذا وهذا، يعني بين هاي الكمية بين هالنقطة وهالنقطة، يعني وين وقعت في منطقة القبول؟ يعني يمين العفو مو هيك. إذا زد سي إحصاءة الاختبار تقع يمين زد ألفا أوفر 2 يعني هنا يمينها، أو يسار الناقص زد ألفا على 2 أو يسارها يعني في منطقة الرفض وليس القبول، أي وقعت في منطقة الرفض، فالقرار يكون رفض H O وقبول H 1. طبعا إذا أخذنا القرار في منطقة القبول الوسطية هذه يعني بهالشكل هذا، فالفرضية الإحصائية راح تكون بهالشكل. يعني إذا H O هو هذا يساوي الادعاء اللي صاير هو هذا الصحيح، يعني ميو يساوي ميو نوت. ميو نوت هو الادعاء اللي موجود بالسؤال، يعني شنو الادعاء؟ هو صح ميو. لكن إذا هذا وين؟ هذا في حالة إذا في منطقة القبول هو هذا. لكن إذا ميو نقول لا ما تساوي، يعني ناخذ H1 يعني الفرض البديل، الفرضية البديلة انه ما تساوي. ليش وقت هذا نقرر؟ لما احصاءة الاخبار اختبار زد سي تقع في منطقة الرفض اللي هي خارج منطقة القبول، يا اما انا هذا في حالة شنو؟ الفرضية الاحصائية تكون بهالشكل هذا. زين نجي على الفرضية الاحصائية الثانية، يكون شوف هذا التشيك من الاختبار من طرفين، يسمى اختبار من طرفين.
هنا اختبار من طرف واحد يعني، بس منه يصير من طرف واحد، يا إما اليمنى يا إما اليسرى. فاليمنى شو بتتصير لما تكون HO هي يعني الادعاء هو شنو هو صحيح، يعني اختبار العدم HO هو تمام، الميو هو يساوي ميو نوت. لكن إذا ما طبعا هذا في أي حالة، في حالة إذا وقع إحصاءة الاختبار في منطقة القبول اللي هو أقل من زد ألفا، يعني هنا تقع في هاي المنطقة كلها. أما إذا ما ظهر في منطقة القبول اللي هي على يمين زد أي ألفا، فيكون رفض H O وقبول H 1 اللي يشي تقول الألفا لازم تكون الميو لازم تكون أكثر من ميو نوت، يعني ما يساوي الادعاء غلط، فميو أكبر من ميو نوت. هذا في حالة شنو؟ لما يكون طرف يمين، طرف واحد هو اليمين، باليسار يكون أقل، يعني هو إذا بقع منطقة القبول فميو يساوي ميو نوت، وإذا كان يقع في منطقة الرفضية على يسار ناقص زد أي فراح يكون ميو أقل من ميو نوت، اللي هو يعني أقل من الادعاء، مو أكبر، هنا أكبر هنا أصغر، أقل من الادعاء. يعني وين يقع على شو اسمه، احنا مين نعرفه الإحصاءة الاختبار إذا صارت سالبة فهي هاي، إذا كانت موجبة فهي هاي. وصيغة السؤال سنشوفون راح شلون تجي. زين، إذا كان تباين المجتمع سيجما سكوير مجهول وكان حجم العينة كبير، فإن إحصاءة الاختبار طبعا نعوض عن السيجما، يعني إذا احنا ما عندنا سيجما للمجتمع عندنا سيجما للعينة، لكن العينة كبيرة أكثر من 30 فما فوق، فنقدر ناخذ الانحراف المعياري للعينة نستخدمه بالقانون. هاي شنو في حالة انه العينة كبيرة اللي N أكبر من 30. زين، نجي هسه على السؤال. يقول سحبت عينة عشوائية، هذا أول مثال، سحبت عينة عشوائية من مجتمع طبيعي متوسطه ميو وتباينه، طبعا ميو احنا يعني بعدنا بدنا نعرف هو تباينه 25، فإذا كان حجم العينة 64 ومتوسطها 20، اختبر الفرض القائل بأن متوسط المجتمع لا يختلف عن 18، وذلك عند مستوى معنوية ألفا يساوي 0.5. لما يقول لا يختلف يعني يا إما يساوي يا إما ما يساوي. الفرض القائل بأن متوسط المجتمع ميو لا يختلف عن 18، يساوي 18 بميو، واللي هي هاي شنية، هاي الميو نوت، اللي هاي عبارة عن ميو نوت. فالميو مالتنا يساوي ميو نوت 18، لو يساوي لو ما يساوي. لما يكون يساوي أو ما يساوي راح نكتب الفرض الإحصائي مالتنا بالشكل هذا، يعني HO هو ميو يساوي 18 أو ما يساوي 18، H1 البديل إنه ما يساوي. فهذا وين نروح؟ نروح على هذا. نروح وين؟ نروح على هذا. شوف ميو يساوي ميو نوت، ميو لا يساوي ميو نوت، ويصير الاختبار شنو من الطرفين. فلما يعطينا ألفا هو 0.05، فألفا أوفر 2 اللي هي هذه، ألفا أوفر 2 يصير 0.025 يعني نقسمها بالنص ناخذ من الطرفين. فالألفا وين شنطانة ينطانة ألفا هو 0.05، ناخذ ألفا على 2 هو 0.025. في البداية إحصاءة الاختبار زد سي نحسبها شقد، فإكس فتحة يساوي راح نجي نشوف المعلومات. ميو هي هاي اللي اختبرها، نشوف شقد حجم العينة 64 متوسطها إكس فتحة 20. زين، قلنا التباين 25، فنجي يعني السيجما راح يصير سيجما تربيع 25، التباين 25 سيجما تربيع، فجذرة تصير 5 تحت جذر N اللي هي 64، جذر 64 و X فتحة هي 20 لأنه متوسط
العينة 20 والادعاء هو 18، ونجي نطلع اختبارة احصاءه الاختبار يزيد سي تطلع 3.2. نجي عند 0.025، زين 0.025 نطلع الزد، يعني هاي ال 0.025 شنو؟ عند مستوى ثقة، يعني هو يقول عند مستوى معنوية، يعني مستوى ثقة بوينت ألفا 0.05، يعني المساحة 0.05. زين إذا صار ألف أوفر 2 على ألف أوفر 2 فنشيك على 0.025. فنفس الشيء نطلع الجدول، نطلع الجدول اللي هو نطلع الجدول أمامك هنا، الجدول هنا 0.025، نجي نشوف وين ال 0.025. طبعا احنا بالجهة اليمنى او اليسرى، يعني اذا 0.025 هنا نقدر نطلعها point شوف 0.1 0.04 0.02 0.0 0.025 بالضبط، هذا 0.025، شوف هذا 0.025 اللي هو هذا مساحة 0.025، هذا ألفا على 2 0.025. نشوف قد ما يقابلها زد ناقص 1.9، شقد 0.96 ناقص 1.96، طبعا بالمقابل راح يصير زائد 1.96، شوف زائد 1.96. ليش؟ لانه راح يصير على يمين، على يمينه هذا 0.975، فايش قد يبقى؟ لأنه باعتبار المساحة هنا 0.975، يعني 1.96 شنو؟ يعني هذا كله راح يصير 0.975، والمتبقي هذا واحد ناقص 0.975 يصير 0.025. فأنت يعني بالحالة ماكو داعي تروح على هنا، تجي بس تطلع هنا، يعني اللي هي هاي، يعني اللي هي هاي 0.025 0.025 هنا، يعني على العفو على يسارة، يعني المساحة اللي على يسار الزد اللي هي 0.025 هو ناقص 1.96. لما حددت هنا ناقص 1.96 هنا مقابلها راح يصير زائد 1.96، وهاي هي يعني هذا هو اللي انت بعد لما تحدده فتجي هنا 1.96 قد هو، شوف طلع 1.96 هذا، شوف زائد ناقص 1.96. نجي نشيك هنا هذا شقد 3.2، فشوف الرسم شو يقول 1.96، وهنا هاي طبعا اذا نكتب هنا ناقص، هذا للمعلومات فقط، يعني ناقص ما نحتاجه بس للمعلومات. وهذا 1.96 وين وقعت؟ شوف إحصاءة الاختبار 3.2، فال 3.2 وقعت على يمين 1.96، يعني وين؟ منطقة الرفض وليس في منطقة القبول. إذا لما يكون يقع إحصاءة الاختبار زد سي في منطقة الرفض، معناته إحنا نرفض الـ HO ونتقبل الـ H1 اللي هي تقول ميو ما تساوي ميو نوت اللي هو ادعوا بها ال 18. فشي يقول شوف اختبار من الطرفين نجد ان احصاءة الاختبار تقع على يمين القيمة الجدولية 1.96، 3.2 اكثر 1.96 اي انها تقع في منطقة الرفض، القرار هو رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل، اي ان متوسط المجتمع لا يساوي 18، متوسط المجتمع لا يساوي 18. ليش رفض فرض العدم اللي هو H of رفضنا وأخذنا القرار الفرض البديل، البديل شو يقول؟
يقول لا يساوي 18 بس ما نعرف ايش قد، يعني يجوز اكثر يجوز اقل بس هو لا يساوي. شوف هاي الفرضيه اللي فرضناها، يعني الاولى احنا رفضناها اللي هو هذا، اللي هو هذا رفضناه نانا، وهذا قبلنا به، هذا هو قبلنا به. اوكي زين، نجي على سؤال اخر يقول سحبة عيني عشوائية من مجتمع توزع توزيع طلب انحراف معياري 3 السيجما يمثل اوزان تلاميذ من الصف الاول الاساسي، وكان اوزان التلاميذ في العينه، شوف منطق العينه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، يعني الان 10 عندنا والاكس فتحه راح نطلعها نجمعها نقسمها على 10 يطلع لنا الاكس فتحه. وهسه نقول نشوف السؤال شو يقول. يقول اختبر عند مستوى معنويه، يعني مستوى ثقه 5% الفرضيه 5% شنو؟ يعني مساحه 5%، فرضية أنه الميو هي 24 مال المجتمع كله، يعني مال خلينا نقول المدرسة كلها زين، فهو أخذوا عينة من 10 زين، ويريدك تشيك HO يعني ميو 24 مقابل H1 ميو أكبر من 24، وما دام يقول لك الميو أكبر من 24 يعني معناته ايش ناخذ؟ ناخذ الفرضيه اللي هي من طرف واحد اللي هي اكبر. شوف ناخذ ياهو، ناخذ هذه، ناخذ اختبار من طرف واحد وهذا النوع اللي ناخذه اللي يقول ميو اكبر ميو نوت، فهذه ام الزد اللي هي من طرف واحد ناخذ الفا مو الفا اثنين، الفا اوفر 2 يعني ما نقسمه زين. فراح نجي شو نقول؟ نقول نكتب صياغة الفرض الإحصائي نكتبه هنا. شوف HO هو ميو يساوي 24، H1 هو ميو أكبر من 24، فراح يصير من طرف واحد التشيك من طرف واحد، نكتب القانون يمنه وناخذ الميو نوت 24 والإكس برايم راح نطلع هنا يطلع 26، والN هي 10 جذر 10 والسيجما هي 3، سيجما هي 3 هنا على سيجما 3، راح نطلع احصاءة الاختبار اللي هي شنو هي زد سي احصاءة الاختبار نحسبها ويطلع 2.10. نجي هنا ال 5% الالفا، ناخذ ال 5% ومن طرف اليمين زين، طبعا احصاءة الاختبار يعني هنا 0.05، هذا شلون نطلعه باعتبار عندنا 0.05 وين هاي ال 0.05، ولذلك لما نجي نشيك يا مساحه اللي ناخذ باعتبار الجدول يعطينا المساحه اللي هي على يسار قيمه زد، فاحنا اللي عندنا على يمين قيمه زد 0.05، فتقول 1 ناقص 0.05 هو 0.95، فتجي تسقط على الجدول باعتبار 0.95، يعني هو هنا شوف هنا صاير يعني هاي المساحة احنا اللي عندنا هذا 0.05، واحد ناقص 0.05 ينطينا 0.95، نجي ندور على 0.9 شوف هذا وهذا 0.9495.95، يعني اللي هو هل معدل هل قيم يعني بين هذا وهذا الشيء يعطينا ف 1.6 شنو 1.64 1.65، ناخذ 1.64 باعتبار 1.6 من اللي طلعنا 1.6 ويا شنو 4 وهنا 1.65 نجمع نقسم على 2 يطلع لنا زد هو 1.645 واللي هو شوف 1.645 اللي هنا على تشوف طلع 1.645. نجي من طرف واحد نسقط الزد اي الفا مالتنا 1.645 وناخذ اختبارة احصاءة الاختبار اللي هو زد سي 2.10108 يقع وين؟ على يمين الزد الفا اي في منطقة الرفض، وبالتالي لما يطلع منطقة الرفض نرفض HO
ونقبل بالـ H1 اللي هي شنية الـ H1 انه وهي اكبر من 24 ما تساوي 24 زين. شوف اختبار الطرف هذا مهم هذا الكلام، اختبار الطرف الايمن نجد ان احصاءات الاختبار تقع على يمين القيمة الجدولية بينها تقع في منطقة الرفض، القرار هو رفض فرض العدم وقبول الفرض البديل اللي هو H1 اي انه معدل اوزان تلاميذ الصف الاول الاساسي اكبر من 24. شوف القرار شلون يتم اتخاذه زين. مثال اخر، شركة متخصصة في شركة متخصصة في صناعة ألعاب الأطفال تعاقدت لشراء نوع جديد من الخيوط الصناعية. يدعي صانع هذه الخيوط، يعني اشتروا من واحد يصنع خيوط، يدعي أن متوسط قوة تحمل الخيط 15، يعني يدعي الميو هي 15 من انحراف معياري نص، والاختبار صحة ادعاء الصانع. احنا شلون نعرف هذا يحكي صدق كذب بهذا الاختبار؟ هو والاختبار صحة ادعاء الصانع اخذت عينة عشوائية، هذول طبعا يستوردون، يشوف صدق هذا حكي، يستورد فد كمية من البضاعة او يجوز يروح ياخذ من المصنع ياخذ يشوف صدق هذا حكي ولا لا، يزور المصنع ياخذ منهم عينة مثلا، اي نعم ياخذ عينه، ياخذ عينه عشوائيه من المعمل، 50 خيط اخذ 50 يعني هذا الان، وتم اختبارها فوجد ان متوسط قوه التحمل في العينه هي 14.8، هذا شنو الاكس برايم. فهل يمكننا تأييد ادعاء الصانع استخدم مستوى معنويه 5%؟ فهل يمكننا تأييد ادعاء الصانع، يعني تأييده انه ميو هي ميو نوت مثل ما قال هو 15 زين، او مو هيجي، يعني يمكن تأييده او عدم تأييده لو يساوي لو ما يساوي، فبهالحاله راح يصير شنو اختبار من طرفين وليس من طرف واحد. شوف عدم وجود الفرق، شوف هنا الفرضيه صارت بهالشكل وصار من طرفين، عدم وجود فرق معنوي بين المتوسط والخيوط القديم والجديد، يعني ماكو فرق بين ما قاله هو وبين ما احنا اللي فحصناه، يعني اللي فحصناه هو الجديد والقديم، يعني قصده بالقديم هو ادعاءه والجديد اللي احنا طلعنا النتيجه يعني من العينه. فالمقارنه راح تصير بالشكل اللي راح تشوفه امامك، يعني هو طبعا الحل اللي حلينا، فراح يصير سيجما هو نص X prime 14.8 اللي هو مال العينة، وهو شد ادعى 15. فنجي نطبع القانون N طبعا 50، راح نطبق القانون على مود نطلع إحصاءة الاختبار ZC، وبالتالي يطلع ناقص 2.828، ونفس الطريقة راح نجي 0.025 يعني عند مستوى معنوية مستوى ثقة 5%، فالخمسة تتقسم 0.05 تتقسم على 2 يعني نص الخمسة 2.5% 2.5% واحدة من اليسرى واحدة من اليمنى، ناخذ اليسرى وباليسرى ينطينا هالمساحة اللي هو يعني سويناه مسبقا شوفت لكم اياه طلع زائد ناقص 1.96، يعني من يعني احنا نطلع اليسرى ناقص 1.96 باليمنى كذلك نفس الشيء، يعني هم راح يصير زائد 1.96 زين. بس هذا ما يهمنا، هذا يهمنا لأنه طلع بالسالب، فنشوفه وين وقع. وقع على يسار ناقص 1.96 اللي هي منطقة الرفض زين. فإذا ادعاء المعمل هو غير صحيح، ليش؟ لأن ادعاء المعمل هو كان 15، وهذا ما دام طلع في منطقة الرفض إذا هذا أولاني مو صحيح، الثاني هو الصحيح اللي ميو هو لا يساوي 15. اختبار الطرفين نجد أن إحصاءة الاختبار تقع يسار القيمة الجدولية أي أنها تقع في منطقة الرفض، القرار هو رفض فرض العدم الأولاني لـ H1 رفض، أي أن الادعاء غير صحيح وأن هناك فرق معنوي بين المتوسط الحقيقي والمتوسط المدعي.
يعني اكو فرق بين المتوسطين، اكو فرق شنو؟ فرق معنوي. شوف احنا شلون نعرف هذا الفرق هو معنوي لو مو معنوي؟ يعني انت لما تباوع انت لو هاي حالة واقعية، يعني شوف هذا انت تخيله وهذا فعلا من الواقع، يعني هذا خذ من واقعنا من مجتمعنا. يعني انت لما المعمل يقول لك هو 15، انت تجي تسوي الفحص عليه يطلع 14.8، انت يمكن بينك وبين نفسك تقول شنو 0.2؟ يعني 14.8 تقريبا يساوي 15، ماكو فرق، ماكو فرق. واوكي يعني انت يمكن تقبل الحاله بدماغك بفكرك، لكن انت بالحساء لو تحسبه صح احصائيا تحسبه بقوانين بش اسمه بامور يعني بطرق صحيحه تحسبه، راح تتفاجئ تشوف انه هذا هو مو صحيح وانت ما يصير تقبله، لانه العينه اللي اخذتها وبالحسابات انه تطلع على 15 غير مطابقه يعني specification، يعني غير مطابقه بالمواصفات، مواصفات غير مطابقة، هاي ما تعتبر مواصفات مطابقة، فما تفيدك هاي البضاعة، ما تفيدك، عرفت شلون؟ زين. إذا كان تباين، هذا بالنسبة لما يعني حالة إنه تفحص بضاعة، تفحص مجتمع معين يعني. بضاعة معينة، حالة معينة تفحصها في طلاب مدرسة، مرضى في مستشفى، يعني مثلا دار عجزة بعدد من شو اسمه يرعوهم يعني إلى آخره. إذا كان شوف هنا أكو شنو اختبارات الفروض حول الفرق بين المتوسطين المجتمعين. إذا تريد تقارن بين متوسطين مجتمعين، يعني تريد تعرف هاي المجتمعين اكو فرق بينهم لو لا، اكو الميو مال الاول اكثر من الميو مال الثاني، لو الميو مال الاول اقل من الميو مال الثاني، لو اثنيناتهم نفس الشيء ماكو فرق بيناتهم، تقريبا نفس الحاله نفس الشيء، هذا وين تجي تشيك على اساس هذا القانون؟ وهذا مر عليكم. فتقول إذا كان تباين المجتمعين سيجما وان تربيع، سيجما تو تربيع معلومين، وكان المجتمع طبيعياً بشرط حجم العين كبير، فإن إحصاء الاختبار يكون بهالشكل، إحصاء الاختبار يعني إكس عفواً، إذا إكس يعني معدل العينة الأولى ناقص معدل العينة الثانية ناقص ميو متوسط المجتمع الأول ناقص متوسط المجتمع الثاني على جذر اللي تشو أمامك سيجما 1 تربيع على N زائد سيجما 2 تربيع على N 2 1 على 1 و 2 على 2، وهذا تطلع شنو؟ تطلع إحصاء الاختبار ونفس المقارنة تصير، يعني شوف المقارنة عيودة. يعني إذا كان عندك الميو 1 يساوي، يعني أنت إذا قلت ميو 1 يساوي ميو 2، يعني ماكو فرق بين المجتمع الأول والثاني بالمتوسطات نفسها، فتأخذ فرض العدم اللي هو HO، وإذا أكو فرق، يعني راح تقرر أنه تقول ميو 1 ما يساوي ميو 2، أكو فرق بيناتهم، فراح تأخذ الفرض البديل. هاي شو وقت إذا أول وإذا نفس الشيء طبعا عنده مستوى ثقة ألفا، فإذا تقول لا يساوي فراح يصير تشيك من طرفين، اختبار من طرفين نفس الحالة الأولى، وتشيك إذا كان ضمن منطقة القبول راح تقول ماكو فرق ميو 1 وميو 2 متساوي، لكن إذا صار في هنا أو هنا يعني صار في منطقة الرفض فراح نقول ميو 1 ما يساوي ميو 2 يختلفون. زين اما اذا كان عندنا نقول ميو 1 اكبر من ميو 2
يعني يا اما يساوي يا اما الميو 1 اكبر من الميو 2 فيصير اختبار من طرف اليمين وراح ناخذ على اساس الفا وليس الفا اوفر 2 ومن طرف اليمين، واذا هذا اختبار من طرف واحد يمنى واليسرى اذا قلنا ميو 1 اقل من يعني لو ميو 1 يساوي ميو 2 او ميو 1 اقل من ميو 2 فاذا اقل راح يصير الاختبار وين يعني يطلع لنا احصائيه الاختبار راح تطلع لنا بالماينس بالسالب فيصير من طرف واحد باليسرى فقط. زين اذا كان تباين مجتمع عين مجهولين وكان حجم العين اذا نفس الشيء اذا كان حجم العينه كبير اكثر من 30 والسيجما مال العينه طبعا طلع سيجما العينه ونقدر نعتبر سيجما العينه هي نفس سيجما شو اسمه سيجما العينه تعتبر نفس سيجما المجتمع معوضة نفسه في حاله انه العينه تكون اكثر من 30. زين نجي المثال هنا يقول مثال سحبة عينة عشوائية من مجتمع يتبع التوزيع الطبيعي بمتوسط ميو 1 وتباين 36 وسحبت عينة عشوائية أخرى من مجتمع طبيعي آخر متوسط ميو 2 وتباينه 25 إذا كان حجم العينة الأولى 16 متوسطة يساوي 30 وحجم العينة الثانية 12 ومتوسطة 33 فاختبر وجود فرق معنوي بين متوسط المجتمعين عند مستوى معنوية 10% هذا شيء قد نشوف هنا فاختبروا شوف وجود فرق معنوي بين متوسط المجتمعين يعني هل اكو فرق لو لا بين متوسطين المجتمعين فالفرضيه الاولى راح تكون ماكو فرق يعني اوكي ماكو فرق ميو 1 يساوي ميو 2 الحاله الثانيه شنو اكو فرق والفرق ما نعرف هذا اكبر من ذاك اكو فرق فراح يصير ميو 1 ما يساوي ميو 2 فهذه شنو تتبع حاله انه التشيك يصير من طرفين زين والعشرة بالمية هي مستوى الثقة او المستوى المعنوي اللي راح يتقسم العشرة بالمية على اثنين يصير خمسة بالمية بخمسة بالمية من طرفين نص بنص يعني هذه الالفة عشرة بالمية اللي هي بوينت وان عشرة بالمية بوينت وان قسمها على اثنين يصير بوينت او فايف يمنى بوينت او فايف يسرى ونجي نشوف حجم العينة الاولى 16 ان 16 متوسط العينة الأولى شو إذا كان حجم العينة الأولى 16 إن متوسطها X برايم 1 X فتحة 1 30 هنا الثانية N 2 12 X برايم 2 33 زين نجي على التباينات هذا X تباين شو المجتمع الأول تباين هذا X برايم X 1 العفو سيجما 1 تربيع يعتبر على تباين 36 سيجما 2 تربيع ينطينا 25 زين فنجي نكتب كل هاي المعلومات هنا نشوف اللي ذكرناها هذا اختبار من طرفين يصير اعتبار ميو 1 لا يساوي ميو 1 يساوي ميو 2 هذا بالنسبه ل H1 او بالنسبه ل H1 البديل ميو 1 لا يساوي ميو 2 وتيجي تخلي المعلومات مثل ما قلت لك سي سيجما 1 تربيع اكس 1 فتحه اكس 1 برايم مال العينه ان 1 يساوي 16 وكذلك المعلومات هاي الثلاثه بالنسبه للمجتمع الثاني اللي هو من المجتمع يعني ما لا على التعيين جاب المثال فنجي شو نقول هنا نكتب القانون شوف القانون اللي كتبه ونعتبر ميو 1 يساوي ميو 2 فيصير ميو 1 ناقص ميو 2 وزيرو ماكو فرق يعني اثنينات نفس الشيء فنعوض بهالشكل هذا تشوف سيجما 1 سيجما 2 ان 1 ان 2 كلها تاخذ قيمها سيجما 1 تربيع طبعا سيجما 2 تربيع تباينات هذه ونطلع احصائيه الاختبار اللي هي هذه احصائيه الاختبار احصائيه الاختبار راح نطلعها ناقص 1.44 وتحديد القيمة الجدولية هنا راح نجي نقول قلنا 10% تتقسم على 2 فراح يصير 0.05 يعني نجي هنا نقول نجي الجدول هذا الجدول 0.05 فإذا اليسرى
اليسرى طبعا هاي القيمه يسرتها هاي المساحه الصغيره هي بوينت اوفرت نفسها. نجي هنا على الجدول السالب نجي بوينت او 5 هذا بوينت او 25 بوينت او 5 هذا بوينت دقيقه بوينت او هم هنا نصعد فوق شوف شوف بوينت بوينت او 5 او 5 بوينت او 495 بين هذا وهذا ايش قاعد ناقص 1.6 ايش قاعد 4 ناقص 1.64 ناقص 1.65 نجمعهم ونقسمهم على 2 يصير ناقص 1.645 هذا ناقص 1.645 وبالمقابل هنا راح يصير زائد 1.645 يعني مقابله بالتناظر زائد ناقص 1.645 نحاول نحدده ونجي نطلع ناقص 1.44 وين تقع تشوفه تقع على يمين ناقص 1.645 باعتبار احنا من نص صفر نتجه هذا ناقص 1.44 واكبر من ناقص 1.645 فتقع على يمينه باعتبار يعني هاي الكميه بتصير اكبر منها يعني هاي تجي بعدين ورا ناقص 1.61 ناقص 1.7 يعني ناقص 1.8 هذا ناقص 1.4 فقبله فش راح يصير في منطقة القبول فراح شيء إيش ناخذ منطقة القبول معناته ناخذ هذا هو الصح هذا هو راح نقبل به ميو 1 يساوي ميو 2 ما بفرق بتشوف إنه هنا يقول اختبار الطرفين نلاحظ أن إحصاءة الاختبار السالبة تقع على يمين القيمة الجدولية اللي هي هذه على يمينه أي أنها تقع في منطقة القبول أي نقبل فرض العدم ونرفض فرض البديل والمجتمعان لهما تقريبا نفس الوسط الحسابي بأنه لا يوجد فرق معنوي بين المتوسطين هذا هو قرارنا أوكي نأخذ هذا المثال الآخر وأعتقد هو هذا يمكن راح نأخذ آخر مثال مثال آخر مثالين راح نأخذ مثالين زين مثال أخذت عينتان من مجتمعين طبيعيين مستقلين والجدول التالي يبين بعض إحصاءاتهم شوف أما يقول من مجتمعين طبيعيين مستقلين مجتمع الأول حجم العينة 50 متوسط العينة X برايم 57.5 الانحراف المعياري سيجما 6.2 كذلك نفس المعلومات للمجتمع الثاني ويريد يعرف انه الميو مال المجتمع الاول يختلف عن الميو مال المجتمع الثاني بس شي يقول شوف يعني اقرا هذا بكل زين يدعي احد الباحثين ان متوسط المجتمع الاول الميو 1 اكبر من متوسط المجتمع الثاني ميو 2 اختبر صحه هذا الادعاء عند مستوى معنويه الفا يساوي 0.05 هذا الادعاء طبعا الادعاء الاول راح يصير متوسط الميو 1 يساوي ميو 2 لكن الاتش 1 يقول ميو 1 اكبر من ميو 2 واللي هو لما نقول ميو 1 اكبر من ميو 2 من ميو 2 متوسط المجتمع الاول اكبر من متوسط المجتمع الثاني معناته انه ناخذ اختبار من طرف واحد وهو الطرف اليمين لانه الطرف اليمين يكون الاول اكبر من الثاني الطرف اليسار يكون الاول اصغر من الثاني فالصياغة راح تكون بهالشكل وهذا ترجع للفرضيات يقول لك هذا اختبار اليمين اختبار اليمين ويكون عنده مستوى ثقة معنوية أو مستوى الثقة أو المعنوية اللي هو 0.05 يعني ألفا عندنا 0.05 تباين المجتمعين عندنا طبعا الانحراف المعيار السيجما بسيجما هاي نربعها نحصل على التباين باعتبار نعوضها هنا طبعا ايش عوضنا عوضنا اس لانه تباين العينه هذه وليس المجتمع هذا شوف عينتان هاي المعلومات على العينات وهذا الانحراف المعياري دي يقول للعينه بس لانه عندنا العينه حجمها 50 ب 60 اكثر من 30 فنقدر نعتبر
الانحراف المعياري للعينه هي نفس المجتمع، نفس السيجما بدلا نخلي اس مال العينه. وهاي المعلومات كلها كتبها ونعوضها هنا. أنا طبعا ميونا هو ناقص ميو 2 صفر لانه نعتبرها متساوي، واكس 1 اللي هو 57.5 ناقص 54.4 شوف هنا ونطلع زد سي 1.9 نفس الشيء نطلع من الجدول المعلومه اللي هي 0.05 من اليمنى 0.05 يعني راح نشيك 0.95 لانه هذا 0.05 وهو شيء شيك بالموجب ياخذ هاي المساحه كلها، يعني نطرح هذه 0.05 من الواحد ينطينا 0.95 ونجي نشيك وين بالجدول ناخذ بالنسبة للموجب هنا شوف هذا 0.95 وراح ناخذ اللي هم شرحنا عنه راح يكون المعدل ما بين هذا وهذا واللي هو هنا 1.64 و 1.65 والمعدل يكون 1.645. احنا ايش قد طلعتنا احصاءة الاختبار 1.9 اللي هو على يمنة ال 1.645 يعني في منطقة الرفض، فراح نقول انه هي مو اكبر. اختبار الطرف الايمن لاحظ احصاءة الاختبار تقع يمين القيمة الجدولية اينها تقع في منطقة الرفض، بالتالي القرار يكون برفض القيمة الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة. يعني الفرضية الاولى انه هو متساوين نرفضها ونقبل بالفرضية البديلة اللي شو تقول يعتبر ذلك دليل بأن متوسط المجتمع الأول أكبر من متوسط المجتمع الثاني اللي هو من ادعى به أحد الباحثين، قال متوسط المجتمع الأول أكبر من الثاني وطلع حكي صح اللي هو فرضنا شنو هنا H1. زين نجي على هذا المثال الأخير اللي هو يقول اختيرت هذا راح يعكسها، يعني راح يطلع لنا الطرف اليسرى يستعمل به. يقول اختيرت عينة عشوائية من 60 طالب N1 من جامعة خاصة ووجد أن مستوى ذكائهم X فتحة 1 69 وتباين يعني هذا مال العينة S يعني الS مال العينة S1 سكوير تباين بقدره 230. كذلك تم اختيار عينة عشوائية من 85 طالب من إحدى الجامعات العامة وليس أهلية اللي هو صارت شنو اكس 2 برايم 85 العفو عينه عشوائيه اخرى من 85 طالب اللي هي ان 2 85 فوجدنا متوسط ذكائهم يعني اكس برايم 2 74 ودرجه تباين اللي هو تباين اللي هو اس 2 سكوير نفسه تباين اس 2 سكوير 215. اختبر الفرض القائل بأنه متوسط ذكاء طالب الجامعة الخاصة اللي هو الأول يعني ميو 1 أقل من مستوى ذكاء طالب الجامعة العامة ميو 2 وذلك عند مستوى معنوية 5%. يعني إيش راح يصير؟ راح نفرض الفرضية العدم اللي هو HO ميو 1 يساوي ميو 2 هاي منتهين منها أول فرضية، لكن نجي على الفرضية الثانية يقول ميو 1 هي اقل من ميو 2 مثل ما تشوف هنا ميو 1 اقل من ميو 2 وبالتالي راح يصير اختبار من طرف واحد وهو راح يصير الطرف الايسر. طبعا هو ليش يقول اقل؟ لانه هنا بالعينه متوسط ذكاء شوف 69 مال اول وحده والثانيه 74 يعني العينات الاولى اظهرت اقل من الثانيه وبالتالي هو حكم قال المجتمعات كذلك نفس الشيء ميو 1 اقل من ميو 2 مال المجتمع الاول اقل من المجتمع الثاني. فنجي هنا نسطر المعلومات مالتنا مثل ما تشوفها S1 سكوير S2 سكوير اخذناها نفسها مال العينه هي للمجتمع وبنفس السبب ليش؟ لانه ال N1 هي اكثر من 30 N2 هي اكثر من 30 فماشي ماكو مشكله. نجي نعوض القانون هذا وهذا متساويين نعتبره ونعتبره زيرو 69 ناقص 74 هذا بالنسبه الاول والثاني ونخلي المعلومات هنا S1 تربيع S2 تربيع N1 والN2 يطلع ZC احصاءة الاختبار هذه تطلع ناقص 1.98
والألفا إيش قد مستوى المعنوية 5% من اليسرى نفس القيمة ناقص 1.645 هنا فنشوف ناقص 1.98 لأنه ناقص 1.6 يجي وراء ناقص 1.7 ناقص 1.8 ناقص 1.9 على يسرتها أي في منطقة الرفض. فإذا ما راح نقبل بالفرضية الأولى اللي تقول ميو 1 يساوي ميو 2، نقبل بالبديلة الـ H1 اللي هو ميو 1 هي فعلا أصغر من ميو 2 نسبة للمجتمعات. هذا هو قرار. شوف اختبار الطرف الأيسر، نلاحظ أن إحصاءات الاختبار تقع يسار القيمة الجدولية أينها تقع في منطقة الرفض، ولنا يمكن القول أن متوسط ذكاء طلبة الجامعة الخاصة أقل من متوسط ذكاء طلبة الجامعة العامة. هذا هو القرار. أتصور إحنا يعني لهنا وبس، ما راح نأخذ بعد أكثر من هذا، وراح يكون هاي آخر مادة أخذناها لهذه السنة. امتحان يكون نهائي نهاية هذا الموضوع، ويعني مثل ما قلت لكم ركزوا عليه لأنه السؤال أعتقد راح يجي مضمون، واحد من الأسئلة راح تجي بالمية 99 مضمون السؤال. أوكي نشوفكم بخير إن شاء الله، وإن شاء الله المحاضرة أنه يعني أتمنى أنه استفاديتوا من عدها، وإذا عندكم أي سؤال عن الموضوع ممكن تسألون. أنا يعني سويت المحاضرة ليه ما تحضروا، يجوز أنتوا ملتهين بالامتحانات أو كذا أو تتقرون، فبس الرجاء أنه تصغون للمحاضرة بشكل جدي ولا يعني تفوتوها. لهنا ونشوفكم بخير إن شاء الله، والسلام عليكم.